alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. الحضور الكريم طاب صباحكم واهلا وسهلا بكم كل من مسمى وكل بشخصه الكريم يسر سكاي اوربت مدار السماء لتكنولوجيا المعلومات الشريك المحلي لياسات سعادتها بحضوركم حفل افتتاح خدمه الانترنت عبر الاقمار الصناعيه ياهكليك اهلا بكم جميعا نبدأ احتفالنا بآين من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ حسين القيسي فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم أحبتي الحضور أهلا بكم من جديد ونحن معكم في هذا الصباح الجميل وبالتأكيد الأجمل بحضوركم جميعا نبقى الآن مع السلام الوطني وقوفا Thank you.
عشقناك بكثر ما بيك من جروح، ومن حبك ولا فد يوم ملينا، وتعبنا السهر والآه والونات، لكن يا وطن ما قلنا شعلينا، وما بعنا القوافي والأرض والدين، هيهات وما عفناك، لكن بيك ظلينا، من مر لك حزن صرنا لك احنا دموع، ومن مر لك فرح كل احنا غنينا، ولد الملحة قل لي شلون هم ننساك، حبك حيل غزر يا وطن بينا، وتاريخك شمس من زاخو حد الفاو، وبس اسمك يا وطن والله يكفينا، وبس اسم العراق والله يكفينا. أحبتي الحضور، نبقى الآن مع الكلمة الترحيبية لسكاي أوربت المدير المفوض الأستاذ خالد وليد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، ربما بينكم من يتساءل لماذا نحن هنا وماذا نفعل هنا. اسمحوا لنا اليوم أن نرحب بكم بطريقتنا الخاصة، أن نأخذكم إلى الغد، إلى المستقبل، حيث التطورات التكنولوجية التي تساهم بفعالية في نجاح وتقدم البلدان والشعوب، ألا وهي تكنولوجيا الاتصالات. فالمعروف أن الاتصالات اليوم هي العصب الأساسي في تقدم أي بلد وأي شعب، علمياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، لما توفره هذه التكنولوجيا من معارف حقيقية وتختصر الزمن بما يتناسب وحضارة الحياة الجديدة، في السباق مع الوقت من أجل الوصول إلى الأهداف بأمان وسرعة. إن الشعوب المتقدمة تعتمد على حقيقتين أساسيتين، المعلومات والاتصالات، وهاتين المفردتين تتلازمان في إنجاز علمي ومعرفي معاصر، كون المعلومات لا يمكن أن تتناقل بسرعة وبمصداقية من دون وسائل أو تكنولوجيا اتصالات مؤمنة وسريعة. وهذا ما حرصنا عليه نحن في مدار السماء الشريك العراقي لياهسات، حيث نطلق خدمة الإنترنت عبد الأقمار الصناعية مباشرة ومن خلال ياهكليك، وبنسختها المتطورة التي تختصر الكثير من المراحل والوسائل التقليدية في تكنولوجيا الاتصالات، وتوفر سرعة في اتصالات آمنة ودقيقة مع اختصار في التكاليف. وهذا ما يبحث عنه أي مهتم حريص على التواصل مع العالم. سيداتي سادتي، إن تكنولوجيا ياهكليك التي حرصنا في مدار السماء على نقلها إلى العراق لنوفر للمستخدم الحريص على امتلاك ناصية تكنولوجية ستنقلكم بالتأكيد إلى مدارات أخرى دون عوائق أو مصاعب أو إشكالات فنية تؤخر زمنكم وعصركم، بل إلى مدارات متسارعة تمكن المستفيد من اختصار الزمن والجغرافيا، وإن لا فرق بينه وبين مستخدم آخر لهذه التكنولوجيا في أي مكان في العالم المتحضر، وأنه بات في مصاف يشعره بالتميز، لا سيما وأن حسابات الزمن اليوم تقاس بأجزاء من الثانية فيما يتعلق بالعلوم والاقتصاد وحركة السوق العالمية. لقد حرص العراقيون على تحدي كل المصاعب فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات، وعملوا وما زالوا يبحثوا عن أحدث طرق ووسائل تربطهم بالعالم الخارجي لخرق حاجز العزلة والاقتراب أكثر وأكثر مما يحدق عالمياً في مجال الاقتصاد والعلوم وفنون الحياة وأساليبها. وها نحن اليوم في حدث سيعد تاريخياً في المستقبل القريب، نضعكم في ذات حلبة السباق التي تتنافس ضمنها معظم شعوب العالم المتحضر، ألا وهي تكنولوجيا الاتصالات الحديثة والمتطورة. إسهامنا منا في المساهمة ببناء عراق جديد ومتقدم ومتطور، وفي دعم المواطن العراقي ليغادر حاضره إلى غده. نحن نبدأ معكم من الغد وليس من اليوم أو من هذه اللحظة الراهنة، نحن نأخذكم معنا إلى الغد، وهكذا تفعل الشعوب المتطورة التي تتسابق من أجل تقدمها، وليس غريباً على شعب مثل الشعب العراقي، سليل من أبدع واخترع الكتابة والعجلة والقيثارة في سومر، وتوصل لأرقى نظريات الهندسة والرياضيات في بابل، وقاس الزمن عبر الساعة المائية في بغداد.
بحثاً عن دوره في أن يسابق بقية الأمم عبر تكنولوجيا الاتصالات ليصل معهم إلى أهداف النجاح والتقدم. سيداتي سادتي، هذه طريقتنا الخاصة بالترحيب بكم. يسرنا أن تكونوا معنا لتتواصلوا مع ياهكليك عبر مدار السماء، فأهلاً وسهلاً وشكراً لحضوركم. شكراً للأستاذ خالد وليد المدير المفوض للشركة، شركة سكاي أوربت. أحبتي الحضور، ألف هلا ومليار مرحبا بكم معنا في هذا الصباح الجميل. نبقى الآن مع كلمة لممثل وزير الاتصالات، المدير العام لشركة الاتصالات لخدمة الشبكات الدولية، السيد علي محمود القصاب، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أنقل تحيات معالي وزير الاتصالات الداعم لكل شركات العامة والخاصة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ حسن الراشد. فرصة طيبة أن نلتقي مع هذا الجمع المبارك وعلى أرض بغداد الحبيبة في محفل من محافل العلم والتكنولوجيا. نلتقي نسعى جميعا من خلال هذا الملتقى إلى الارتقاء بالمستوى التكنولوجي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل سويا لتوسيع مفهوم التكنولوجيا وتطويرها لخدمة الإنسان، ليشمل إلى جانب الأدوات والوسائل والعقول الإلكترونية كل ما من شأنه أن يضاعف قدرات الإنسان لاختراق المكان والزمان وتنشيط الإرادة والعزيمة والمضي بقوة قدما باتجاه تحقيق المثل العليا للإنسانية وبناء عالم الغد المتطور في بلدنا العزيز. لا يخفى على حضراتكم إن العولمة التي يعيشها العالم في الوقت الراهن اتخذت من التكنولوجيا ووسائلها المتاحة أهم الأدوات المنفذة لها للتأثير على المجتمعات وتوجيهها بالاتجاه الذي يخدم هذه المصالح أو تلك. وبات هذا السلاح الفتاك يضاهي في قوته الترسانات العسكرية للدول والبلدان إن لم يكن أقوى منه، وبات من المستحيل والعبث تجاهل آثار التكنولوجيا والبحث عن بدائل لها، لأن المجتمعات المدنية أصبحت تقاس بمعيار امتلاكها واستخدامها لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. في ظل التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأحداثها لمفاهيم جديدة مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والبريد الإلكتروني واقتصاد المعرفة، طرأت على مستوى العالم تغيرات لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وبرزت العولمة بتحدياتها المعروفة والتي ينبغي مواجهتها بأساليب مستحدثة تمكن المجتمعات النامية من مواكبة ثورة المعلومات والتعامل مع المفاهيم الجديدة. ولم يعد النمو الاقتصادي مرتبطاً فقط بالتقدم التكنولوجي وثروة المعلومات، بل أصبح أكثر منه ظاهرة صحية للنمو الاقتصادي الناتج عن تراكم رأس المال البشري والمادي. وبذلك فإن التغيرات التكنولوجية وثورة المعلومات أصبحت عوامل محددة للنمو الاقتصادي خصوصاً في بلدان العالم الثالث. سيداتي وسادة الحضور، مع ازدياد الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت وبتقنياته المختلفة، برزت خدمة الاتصالات والإنترنت باستخدام المحطات الأرضية أي الفيسات ضمن الحلول الفنية التي يتيحها القطاع لوجود متطلبات ومحددات معينة تقتضي الاستعانة بهذا النوع من التقنية لتوفير الخدمات. فلا زالت البنوك والمصارف وحقول النفط المترامية والمتباعدة جغرافياً ومناطق الحروب والكوارث التي تتعرض فيها البنى التحتية إلى تدمير أرضاً خصبة للاستثمار باستخدام هذه التقنية. يضاف إلى ذلك أهمية توفر السلامة الأمنية ومعايير ومتطلبات أمن البيانات والمعلومات الواجب توفرها عند تقديم هذا النوع من الخدمة، خصوصاً وإن بعض من الجهات الخاصة مثل السفارات والقنصليات والممثلات الأجنبية لا زالت تنفرد باستخدام هذه التقنية في الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت. ويقتضي الأمر من الجهات الحكومية المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لتوفير هذه الخدمة ضمن المعايير الأمنية التي أشرنا إليها والحصول على هذه الخدمة من منافذ حكومية. إن وزارة الاتصالات
وشركاتها التي تعمل تحت مظلة وزارة الاتصالات في هذا الاتجاه ملتزمة بتفعيل البرنامج الحكومي من خلال الانفتاح على القطاع الخاص وأسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والعالمية، وإعطاء الفرص وتشجيع الاستثمار في شبكات الاتصالات لوضع خيارات متعددة في خدمة المستهلك عند تقديم هذه الخدمات. تلك الخيارات التي تدعم بشكل كفو وفعال متطلبات أداء الزبائن والمؤسسات. ونحن ومن خلال هذا الملتقى نتمنى النجاح والتوفيق لشركة أحسات والشركة الممثلة لها في العراق شركة مدار السماء في تقديم أفضل خدمات مواكبة للثورة الكبيرة التي يشهد العالم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للسيد علي محمود القصاب مدير عام الشركة العامة للخدمات الشبكة الدولية للمعلومات. أحبتي الحضور، نبقى معكم والآن مع كلمة السيد خالد الضبي مدير مكتب العراق في كلمة وعرض لشركة ياسات، فليتفضل. صباح الخير، السلام عليكم. شكراً، نتشرف بحضوركم لحفل افتتاح وإطلاق خدمات الياهكليك عن طريق شريكنا شركة مدار السماء سكاي أوربت، إحدى شركات مجموعة طه جروب. اسمحوا لي قبل أن أبدأ بالعرض عن الياهسات وشركة مبادلة، أخوض في حديث تاريخي تثقيفي بسيط عن صناعة الأقمار الصناعية بشكل عام. طبعاً تاريخ الأقمار الصناعية بدأ سنة 1957 عندما كان سباق الفضاء ما بين الاتحاد السوفيتي سابقاً وأمريكا للوصول إلى الفضاء، وأطلقوا الاتحاد السوفيتي أول ساتلايت أو أول قمر صناعي، كان اسم الساتلايت السبوتنيك، وهو عبارة عن حجمه لا يزيد عن المتر، عبارة عن كرة حديدية أطلقت إلى الفضاء، وكان عملها الوحيد هو قياس درجة الحرارة في الفضاء وإرسالها عن طريق ذبذبات لاسلكية إلى الأرض، وبالتالي هذه كانت أول تجربة ناجحة، ومن بعدها وصلنا إلى التطور الذي نراه اليوم. كما ترون في الصورة هنا، هذا إحدى الساتلايتات الحديثة، ويتم إطلاقها طبعاً باستخدام صواريخ تأخذها إلى المدار على ارتفاع 36 ألف كيلومتر في الفضاء، ويعتمد تعليقها في الفضاء على نظرية الجاذبية ونظرية الطرد المركزي، وأيضاً باستخدام الوقود، حيث يتم ملء هذه الأقمار الصناعية بوقود يكفيها لمدة 15 سنة التي هي الفترة لعمر الساتلايت. أيضاً كما ترون هذه الألواح عبارة عن ألواح شمسية، مهمتها هي توليد الطاقة الكافية لتشغيل الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الراديو التي يتم عن طريقها تشغيل حمولة القمر الصناعي سواء كانت للاتصال أو غيره. طبعاً التطبيقات التي يتم استخدامها على الأقمار الصناعية تتنوع من الاتصالات إلى البث المباشر للقنوات الفضائية، إلى تطبيقات معرفة الأحوال الطقس الجوي، تطبيقات التصوير الفوتوغرافي لأغراض الدراسات ولأغراض تحديد الموقع مثل جوجل مابس وغيرها. الآن أبدأ العرض الخاص بشركة الياهسات. رؤية شركة الياهسات هي أن تكون الشركة الرائدة لتقديم حلول ذات طابع ابتكاري وبسعر مناسب. شركة الياهسات هي إحدى شركات مجموعة مبادلة. مبادلة هي الذراع الاستثماري لحكومة أبو ظبي، وتتنوع استثمارات شركة مبادلة في قطاعات عدة، منها قطاع الطاقة، قطاع الفضاء، قطاع الطيران، العقارات، الخدمات الطبية والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات. كما ترون إحدى من مجموعة الاستثمارات مبادلة تشمل شركات مثل إيرباص التي تصنع الطائرات وتصنع الساتلايتات، أيضاً شركة جنرال إلكتريك،
شركة مصدر من إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة البديلة، شركة الياهسات والتي نحن نطلق خدماتها اليوم إن شاء الله معكم، أيضا مستثمرين في شركة دول جي اس ام وغيرها. للتعريف أيضا عن شركة الياهسات تحديدا، نحن نعتبر الشركة رقم 8 في العالم من ناحية الدخل السنوي للشركة، وهذا إنجاز كبير جدا كون أنه الشركة أطلقت في سنة 2007 وأول ساتلايت تم إطلاقه كان في سنة 2011. لنا تواجد في أكثر من 40 دولة حول العالم، نخدم القطاع العسكري الإماراتي. حاليا نحن نوفر خدمة الإنترنت الأول في القارة الأفريقية، وأيضا معنا شركة مع شركة SES وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الساتلايت لتوفير خدمات القنوات الفضائية بما يسمى ياه لايف. نبذة تاريخية، كانت فكرة تأسيس الياهسات تمت سنة 2007 وتم توقيع العقد مع شركة إيرباص وتالس إلينيا لتصنيع أول ساتلايت والذي تم إطلاقه لاحقا في سنة 2011، بحيث أنه يحتاج عملية التخطيط والإطلاق لقمر صناعي فترة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات يتم فيها التصميم وتحديد التغطية وتصنيع الأقمار الصناعية بحسب الطلب، وأيضا حجز موعد إطلاق للصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي. سنة 2008 تم توقيع العقد مع وزارة الدفاع الإماراتية لتوفير الخدمات العسكرية على الأقمار الصناعية، ومع أول عقد تجاري كان مع شركة EMC إحدى الشركات الرائدة، وتم توقيع عقد الخدمات السي باند. في سنة 2009 تم توقيع مع شركة SES ذكرنا سابقاً لخدمات الياه لايف. الياه لايف هي قطاع القنوات الفضائية، قناة بث القنوات الفضائية، وحالياً شركتنا هي الرائدة في الدول الفارسية وأيضاً في كردستان وفي المغرب العربي. في أبريل 2011 تم إطلاق الساتلايت الأول بنجاح، وبعده بسنة تم إطلاق الساتلايت الثاني، وحيث أن الساتلايت الثاني يقوم مقام الباك أب أو الريدندنسي للساتلايت الأول خاصة بالنسبة للاتصالات العسكرية. في سنة 2014 بعد نجاح كبير بالنسبة لخدمات الياهكليك وبيع أكثر من 34 ألف منظومة ما بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، تم اتخاذ قرار بإطلاق ساتلايت ثالث الياه 3 والذي يتم تصنيعه من شركة أوربيتال وأريان سبيس، وسيتم إطلاق هذا الساتلايت الثالث نهاية عامنا هذا ويبدأ الخدمة التجارية تشغيلها في بداية 2017. هذه الساتلايتات الثلاثة، بعض المواصفات الفنية. الساتلايت الأول فيه خدمات خليط من السي باند، الكيو باند والكي اي باند، بينما الساتلايت الثاني فهو الثاني والثالث فهي كل مجرد كي اي باند. طبعا الياهسات كشركة فيها عدة قطاعات. القطاعات، اول قطاع الياهكليك والذي نحن نطلق خدماته في يومنا هذا هو القطاع الخاص بخدمات الانترنت عبر الساتلايت. هذا الياهكليك. القطاع الثاني تحدثنا عنه قبل قليل، قطاع الياه لايف، وهذا خاص بالقنوات الفضائية، بث القنوات الفضائية. ياه لينك سيكون تعاون معنا إن شاء الله أيضاً مع مجموعة المدار السماء ومجموعة طه في تطوير هذه الخدمة، والتي تخص بربط الباك هولينج، ربط البنية التحتية للإنترنت عبر الساتلايت لشركات الجي اس ام، للدوائر الحكومية. فالياه لينك يعتبر خدمة ذات طابع حكومي وللشركات الكبيرة أكثر منه للياه كليك. وأخيراً قطاع الياه سيرفيس، هذه قطاع خدمات تقدمها شركة الياهسات مباشرة بشكل أساسي للقطاع العسكري في الإمارات وأيضاً لبعض القطاعات الأخرى في دول الخليج. هذه خريطة التغطية للكي اي باند بالساتلايت الأول، وهذا طبعاً خريطة التغطية للخدمات العسكرية، فحيث تلاحظون أنها تغطي أكثر من 3 قارات.
هذه خريطة تغطية خدمات الياهكليك، والتي كما ترون الجهاز أو الدش اللي موجود أمام حضراتكم هنا توجد الخدمة هذه في الدول الموضحة عندكم في الخريطة، الشرق الأوسط وبعض دول أفريقيا، ويمكن استقبال إشارة الإنترنت عن طريق دش مثل هذا 90 سنتي أو حتى أصغر إلى حدود 74 سنتي، والتواصل مباشرة عن طريق الإنترنت. هذه خريطة تغطية خدمات الياهلينك التي تحدثنا عليها للشركات الكبيرة وللحكومة. هذه إحدى مجموعة من الباقات التلفزيونية التي توجد على خدمة الياه لايف في قمرنا الصناعي، منها مجموعة دبي وأبو ظبي والإم بي سي وغيرها من القنوات. خدمة الياهكليك طبعاً هي ما يميزها بالشكل الرئيسي أنها أصبحت الأجهزة ذات سعر أو تكلفة أقل بكثير من ضمن سبق، حيث نذكر أنه كانت أجهزة الفيسات لا تقل عن $10,000 أو أكثر، وكان لا يمكن امتلاكها إلا للشركات الكبيرة، لكن التطور التكنولوجي مكن المصنعين من خفض سعر التكلفة وأصبح الجهاز بحدود $350، أمر يمكن الشخص من امتلاكه في المنزل أو حتى للشركات الصغيرة لامتلاكها. مدمج بذلك تطور في تكنولوجيا التغطية، حيث يتم استخدام الذبذبات، إعادة استخدامها عن طريق تركيز البيمات الصادرة من الأقمار الصناعية، مما أدى إلى خفض أيضا تكلفة الاشتراك الشهري. أيضا بالنسبة لسرعات الساتلايت، أصبحت سرعات الساتلايت في يوم من الحديث قد تصل إلى 70 إلى 20 جيجا بيتس بير سكند أو جيجا بيت في الثانية، وهذا لم يكن له وجود قبل حتى 10 سنوات، كان لا تزيد عن 3 إلى 5 جيجا بيت الكباسيتي، والأمر لا يزال في تطور. هذه عبارة عن مخطط يوضح طريقة عمل الشبكة، حيث الساتلايت هنا يتم إدارته طبعاً من أبو ظبي وعن طريق الذبذبات اللاسلكية، يتم تغطية المحطات الطرفية عبر الساتلايت وربطها بواحد من 4 مراكز في أبو ظبي، لوكسمبورغ، أثينا ومدريد، ويتمكن الشريك في كل دولة من الدخول لتفعيل المواقع وتشغيلها أو توقيفها وإدارتها. هذا مثال من العملاء الذين يستخدمون خدمات الياهكليك وخدمات الياهسات بشكل عام، منها شركات تجارية ومنها مؤسسات حكومية وأيضاً مشاريع تخص الصحة أو التعليم وما غيره. بعض الأمثلة الناجحة كانت لنا بالذات في القارة الأفريقية من منظومات خاصة بالتعليم ومنظومات أيضاً لمخيمات اللاجئين في بعض مناطق الشرق الأوسط، واستخدامات الساتلايت عديدة، وميزتها أنه يمكن توصيلها إلى أي مكان بأسرع وقت ممكن، أسرع من الخدمات الفايبر وخدمات الراديو الأرضية. أيضاً خدمات التعليم، تم ربط 45 مدرسة في كينيا، أيضاً تم ربط عدد كبير من المزارع في جنوب أفريقيا، ونبحث في مزيد من هذه المشاريع التي تميز خدمات الساتلايت عن غيرها. بالنسبة للساتلايت الثالث، يمكنكم الرؤية أنه اللون الأخضر الفاتح حيث أشير إليها الآن، هذه ستكون التغطية الجديدة. الأخضر هذا كانت تغطيتنا السابقة، الآن سنتوسع إلى شمال أفريقيا، المزيد من التغطية لدول أفريقية، وكذلك تغطية على البرازيل في قارة أمريكا الجنوبية. هذه بعض الجوائز التي كسبتها شركة الياهسات خلال السنوات الماضية، وقد يكون أبرزها هو أننا المشغل الأول في القارة الأفريقية فيما يخص الإنترنت عبر الساتلايت. وهذه القائمة لشركائنا حول العالم، ونفخر الآن بإضافة شركة سكاي أوربت مدار السماء، إحدى شركات مجموعة طه. الخدمات اللي تتحدث عنها العروض الجاهزة
هي تشمل الأفراد والشركات الصغيرة. بالنسبة للمشاريع التي تخص القطاع التعليمي أو قطاع الصحة أو غيرها من القطاعات الحكومية أو حتى الشركات الجي اس ام والشركات الكبيرة، يحتاج لها نوع من تفصيل الحل موجودة يعني. أكيد طبعا موجودة، وهذه اللي حدثتك عنها في البريزنتيشن. قطاع هذا يسمى قطاع ياهلينك، يختلف عن الياهكليك. ياهكليك خدمة بالضبط. هاي نقطة. النقطة الثانية على مستوى الفرد الاند يوزر الحقيقة اللي يحتاج نعرفها، التفصيلات الأخرى من ناحية الأسعار. حضرتك تعرف أنه أكو اكزيستنج سيستم موجود اللي هو الاشتراكات اللي الفرد بده يشتركها بأنواعها طبعا عن طريق البروفايدرز الموجودين اللي أسعارهم بالحقيقة أنا مسويها كنوع من السمري، بس إذا طلع على بكل باند اللي موجودة حالياً هنا اللي كانت بالنسبة للثلاث رنجات اللي موجودة، أريد نعرف كل واحدة مع الانيشال كوست اللي راح يتحملها الفرد، مثل التنصيب الدش والألاندي وإلى آخره الكيبلز والمودمز، إيش قد تكلف الفرد غرض التسويق؟ طبعاً وجد الاشتراك الشهري. طبعا تحديدا الاسعار يمكن اخذها من شركه مدار السماء تحديدا، ولكن نحن نتحدث عن الاجهزه تكلفتها بحدود ال 400 الى 450 دولارا، ابتداء من 400 الى 450 دولار. هناك عروض يتم اصدارها، وحاليا لدينا عرض بالنسبه للمشتركين الجدد مع مدار السماء 50% خصم على قيمة الأجهزة. هذا أولاً. بالنسبة للاشتراكات الشهرية تبدأ من 49 دولار وصاعداً بحسب الباقة، بسرعات من 2 ميجا 5 ميجا 7 ميجا، وبكوتا تتراوح من 5 جيجا 10 20 30 50 إلى 100 جيجا. حالياً هذه الباقات الموجودة. شكراً جزيلاً. أهلاً وسهلاً فيك. هل الخدمة اللي تقدموها في تقديرك أنت هي خدمة تمر من خلال جهات حكومية أم هي خدمة خاصة قدموها أنت؟ بمعنى أنه بكرة هل لو حصلت أي فلترة من قبل الحكومة على القضايا تتعلق بالسكيورتي تتعلق وتبرع لنصب التفاصيل، بس أصور واحد بالنسبة لك، أكيد أكيد، هل أنتم مشمولين بها ولا لا؟ باعتبار انه انا راح عندي الساتلايت مالتي الخاص راح اخذ يعني الدش الخاص راح اخذ مثلك بشكل مباشر، هل مشمولين بهذا الشيء ضمن اطار لو لا؟ احنا طبعا شركه الياسات نهتم جدا بسياده وقوانين كل دوله، ففي كل دوله نعمل فيها نتواصل مع الجهات المعنية سواء من المزارات أو من هيئة تنظيم الاتصالات وما إليه، ونلتزم بأي تعليمات أو قوانين تخص هذا البلد. فالوضع يتغير من بلد إلى بلد بحسب سياساتها وبحسب قوانينها، لكن من ناحية المبدأ نحن كشركة بالذات كوننا شركة عربية بالدرجة الأولى وحريصين على جيراننا، فنحن على استعداد لتقديم أي تعاون فيما يخص هذا الجانب. أول شيء أريد أشكركم مرة ثانية لحضوركم اليوم، وشرفتونا ونورتونا، وإن شاء الله كنا نعمل مع بعضنا انه ننجح هاي الخدمه. احنا متفائلين انه هاي الخدمه راح تضيف الى العراق، وان شاء الله نسعى دائما الى ان نطور بلدنا ونحافظ عليه ونحاول دائما نخدمه بعيوننا. شرفني اليوم نعلن الى الحضور الكريم انه بمناسبه الانطلاق هاي الخدمه بالعراق راح نسوي بروموشن لمدة 3 أشهر. بروموشن يساعد إلى تخفيض الكلف أكثر وأكثر. البروموشن مالتنا، وهو حسب ما سويناه في دراسة بالسوق العراقي والزبون العراقي، كان دائما السؤال يكون على سعر المنظومة،
الاشتراكات عن طريق الخدمة ممتازة، كان أكثر الطلبات تقول لك أنا وفر لي خدمة ممتازة وما أهتم، بس كان دائما سؤال على سعر المنظومة. فسوينا بروموشن إنه إذا تشتركون في خدمة ياهكليك 30 جيجا تحصلون على ديسكاونت 50% من سعر المنظومة، والبروموشن الثاني اللي سويناه عند الاشتراك في خدمة ياهكليك 50 جيجا تحصلون على ديسكاونت 75% من سعر المنظومة، والأوفر الثالث اللي وصلناه وإن شاء الله راح ينال رضاكم في حالة الاشتراك بخدمة ياهكليك 100 جيجا يكون الديسكاونت 100% على سعر المنظومة، يعني المنظومة راح توصل وتنصب والخدمة توفر مجاناً بس دفع الاشتراك، اللي هو هذا كل القرار وصلناه طبعاً بالتعاون مع والتواصل مع شركة ياهكليك أو ياهسات، فيرادوا يدخلون إلى السوق العراقي ويرضون الزبون العراقي ويوفروا له أحسن الخدمات اللي موجودة التي ممكن أن توفر عن طريق الفيسات. فإن شاء الله هذا ينال رضاكم، وإن شاء الله راح تجربوها هاي الخدمة وراح تعرفون جميع محاسنها. من أكثر المشاكل اللي دائماً كنت أسمعها موضوع التقطعات، الحلو في أنه أن تتصل عن طريق الأقمار الصناعية يوقف هذا الموضوع تماماً. أكو مكانات تتطلب يكون اتصال دائم مثل على سبيل المثال الجوازات اللي هي عندها نظام إدخال معلومات ولازم يكون موجود لأنه حركة الدخول والخروج دائما متواجدة في العراق. المكانات الثانية اللي همنا نتوقع أنه راح يكون طلب عليها هي البنوك، لأنه موضوع نقل الأموال والتحويلات راح تكون دائما هي إلكترونية، واللي أظن تتطلب أنه تكون هذه العملية دقيقة وفي نفس اللحظة. فإن شاء الله راح نبدع وياكم وراح نكون جزء من عائلة كبيرة نخدم بيها بلدنا، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضوركم ونورتونا وشرفتونا. موضوعين بس نأكد عليها، أنه المؤسسات الدكتور اللي سألنا المؤسسات إلهم غير الأفراد، وبس بتفصيل يعني هو مثل تيلرينج، يعني ممكن ياسات يسوون حاجة على المؤسسة حسب معلومات متبادلة حتى يرتبون حسب الطلب. تعقيب آخر بالنسبة للبروموشن، هو طبعاً له علاقة بالمدة، يعني في مدة مينيموم لازم يكون 3 أشهر أو 4 أشهر حسب الباند، وتذكرت 3 أشهر أو 4 أشهر حتى يصير 50% أو 75% من المنظومة. شكراً.